يا سادة، احنا النهاردة اتكلمنا عن دايرة لازم نكسرها. مش هيكسرها غير الشخص اللي واثق من نفسه، مش هيكسرها غير الشخص النبيل، مش هيكسرها غير الشخص الأمين، مش هيكسرها غير الشخص اللي بيحب الله ورسوله. اكسروا دوائر الانتقام في البيت، وما تسمهاش أسماء تلطف الموضوع، ما تسمهاش هناد، ما تسمهاش مكايدة. للأسف هي اسمها أقبح من كده، وهو الانتقام. توقفوا عن الانتقام. من أراد أن يكون في جنة الملك العلام فليترك الانتقام، ومن أراد أن يكون في صحبة خير الأنام فليترك الانتقام. ربنا رحيم بيحب الرحمة، ورؤوف بيحب الرأفة، وكريم سبحانه وتعالى بيحب مكارم الأخلاق. خليكم دايما متمسكين بمكارم الأخلاق، ومحدش أبدا لا هينقص من كرامته، بل هيزيد من مكانته ومقامه عند الكريم سبحانه وتعالى. فما أكرم إلا كريم، وما أهان إلا لئيم. يا رب اجعلنا دايما من أهل الكرم، عشان ندخل عليك من باب الكرم في أشهر الكرم. يا كريم يا ودود يا رب العالمين.